من أحاديث الفتن ما جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إنها تكون فتن المضطجع فيها خير من الجالس. وهذا كناية عن ماذا؟ كناية عن خيرية عزوف الإنسان عن هذه الفتن، وأن الناس في هذه الفتن درجات. قال: المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، فمن لم يجد فليضرب بسيفه على حرة، يعني على صخرة، ثم لينجو ما استطاع النجاة.